هل الأهلي الأفضل يهدر ركلة جزاء ويتغلب على الأجواء وينجح في التعادل مع الرجاء المغربي في شوط أول مثير 1-1؟ نروح لفاصل، نرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار حول أحداث الشوط الأول. أرجوكم انتظرونا. بنرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، برغم الهدف المبكر الا ان النادي الاهلي هو المسيطر، هو المستحوذ، هو الاخطر، هو الاكثر اهدارا للفرص، والحمد لله تمكن من احراز هدف التعادل في الدقائق الاخيره من الشوط الاول. النتيجه يعني النتيجه غير منطقيه تماما للشوط الاول. لازم تبقى انت الطبيعي تبقى 2-1 او 3-1، في كوره كمان ديانج ده هدف محقق، انت الاحسن في كل حاجه. اجتمعنا كلنا قلنا خلاص الجماهير مش هيعمل حاجه، انت فرديا وجماعيا وبتعمل كل حاجه، انت شكلك احسن. فريق رجاء فريق يعني مع متواضع فنيا، متواضع الامكانيات تماما. صحيح. على المستوى الفردي، على المستوى الجماعي، حتى على مستوى وقفه اللعيبه، لا اعتقد ان انت احسن بكتير. حافظ على هدوءك ده واطمع في الهدف الثاني. صح، ده اللي انا نفسي، اطمع في الهدف الثاني. وعلى فكره متاح، حاجه مستحيله بالزبط. الملعب متاح تعمل فيه كل حاجه. مزبوط. هيمن انت الاحسن. مزبوط. في كل حاجه لازم يبقى اطمع في مباراه اكتر من كده. مزبوط. وما عندكش مشكله خالص، لان الفريق بجد فريق متواضع جدا. صحيح. كابتن اسامه، سريعا رؤيتك الفنيه لاحداث الشوط الاول. البدايه بس فيها حصل فيها ارتباك، الكره اللي غلط فيها ديانج وقدر فابريس نجومه يجيبها جون. بعد كده تراجع الرجاء والنادي الاهلي سيطر على احداث الشوط الثاني، الشوط الاولاني كله، والجبهه الشمال شغاله كويس اللي فيها معلول حسين شحات بيسقط لنص الملعب وبيلعب الناس، لكن هو بس بيرسي تاو وطاهر شويه مختفين شويه، لكن سهل جدا انك انت توصل للجون. وصلت فعلا لاكثر من مره. انا شايف انه شريف لازم يبقى ليه دور، ممكن مكان طاهر او مكان بيرستاو. بس انا عايز اقول لك حاجه، دي من ضمن حلول الشوط الثاني، ولكن انت طالع متعادل الشوط الاولاني 1-1، هل ممكن يبقى في تغييرات مبكره؟ انا ما بتكلمش على وجهه نظر الفنيه من مستر موسيماني. ممكن جدا زي ما انت بتقول 1-1 ما يغيرش. أي. بس انا شايف ان واحد زي شريف لو نزل في المساحات دي. أي. وفي الفرص دي ممكن جدا 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 يستثمر لانه يعني حاسس بيرستاو وطاهر في لخبطه، يعني مش عاملين ما فيش تاثير واضح. فلازم واحد فيهم يريح، دي وجهه نظري، وينزل. أي. شريف، واعتقد انه كمان ممكن قفشه واحمد عبد القادر يبقى ليهم دور في الشوط الثاني، بس ممكن مش من البدايه يعني. صحيح. طيب كابتن عادل، اداء طيب من النادي الاهلي، ولو ان زي ما قال الكابتن علاء ميهوب هي نتيجه غير منطقيه بالنسبه لاحداث الشوط الاول اللي فرض السيطره فيه النادي الاهلي، ووصل واهدر فرص واهدر ركله جزاء. بمناسبه ركله الجزاء عايز اتكلم في شقين. الشق الاولاني انا كلاعب ليا رؤيه بناء على الماتش الاولاني، الكورتين اللي شاطهم عمرو السوليه، حارس المرمى الزنيتي راح معاها، الاولاني يمكن طلع لفوق وبعدين نزل فخد وقت دخلت جول، الكره الثانيه راح معاها قدر يتمكن ان هو يصدها. فبالتالي هو راجل مميز في ركلات، في صد ركلات ترجيح وركلات الجزاء، وخصوصا في الجانب الايمن او في ناحيه اليمين. انا كعلي كان المفروض ادرس شويه الحته دي. مش انت كعلي؟ لا انا بتكلم على علي يعني. انا كعلي معلول يعني. ايوه ما مش انت كعلي معلول اللي تدرسها، محلل ادائك اللي يدرسها ويقولها لعلي معلول عشان هو المرشح اللي هيشوط البنالتي. بالظبط. ده اعتراف. مظبوط. يعني تاني حاجه، ركله الجزاء لو شفناها وعدناها، احنا خلاص اتكلمنا على الجزء اللي هي بتاع علي معلول. ركله الجزاء لو شفناها مره تانية ومره ثالثه ومره رابعه هنلاقي ان معظم اللعيبه دخلت جوه ال 18. ايمن احنا بنتفرج انا وعادل مسؤول على ماشي. استحاله كان هيعدها. طبعا انا قلت العاده الكلمه دي، انت قلتها برضه. هو ما كانش عايز يديها اصلا، استحاله هيعدها. خلاص هو كده اقصى حاجه بالنسبه له. أيوة. بص في الاجواء دي فعلا صعب، بس هو كان المفروض كان تعاد. لا الفار ده، الفار مش هو. مزبوط. هو اللي كان قدامها عشان كده السيد عبد الحفيظ لما راح له. أيوة. قال له بما معناه انت تحسبها الاول. أيوة. لكن هو اصلا كان عاوز يتخلى عنها يعني، او يتغاضى عنها. ولكن المهم في الامر ايه؟ انت بتتكلم على البنالتي، الموضوع في مدرب او محلل اداء لازم. أيوة. انت بتقعد وبتشوف وبتقول مميزات الفرقه ايه. من اهم مميزاتها ان حارس المرمى ده متمرس فعلا في ضربات الجزاء، فانت بيعمل ايه؟ بيلعب على زاويه. مظبوط. دايما
بيروح على الزاويه، ما هو بيلعب زاويه بس. مزبوط. انت لو درست كويس كنت ممكن لعبت الناحيه الثانيه. ولكن النقطه اللي هي اللي انا عايز اقولها على النادي الاهلي النهارده، النادي الاهلي نص ملعب ومدافعين كانوا ماشيين كويس قوي، حتى الثلاثه اللي قدام التحرك بتاعهم مش كويس يا كابتن، التحرك مش كويس بدليل ان هم سايبين لك الملعب. ليه احنا بننقل ورا كتير؟ عشان ما عندناش حلول اماميه، ما حدش بيتحرك امام. انا نفسي عبد القادر يلعب ويبقى طاهر محمد من بداية الشوط الثاني، من بداية الشوط الثاني، وطاهر يبقى راس حربة، لان طاهر محتاجين ان هو يدافع على السرد باكين وياخدهم لانه بطء جدا وطاهر سريع يا حد ما ممكن محمد شريف. ولكن انا في البداية لازم عبد القادر عشان في مساحات كبيرة في الملعب عبد القادر اللي يقدر يتخيل. طيب. كابتن بلال اخيرا رايك الشوط الاول وسيناريو الشوط الثاني، ده من ضمن السيناريوهات اللي احنا اتكلمنا عليها قبل المباراه. اكيد يا كابتن ايمن، عشان كده يمكن احنا قاعدين بنتفرج، قلت لك ان هو غير الطريقه بقى يلعب ب 3 4 3 بعد ما تسجل فينا الهدف الاول، عشان يدي فرصه لمحمد هاني وعلي معلول ان هم ينطلقوا ويعملوا كروس. الكلام ده انت قلته واحنا بنقول السيناريوهات، ودي واحده من اللي جيب منها ركله الجزاء اللي محمد هاني كان موجود في ال 18 وشاط الكوره تمام وخبطت في بيرستا ورجعت للشحات. الاهلي الافضل يعني، حتى الفرص الحقيقيه للتسجيل الاهلي الافضل يعني، اتيحت لنا فرص حقيقيه للتهديف يعني، كره ديانج فرصه حقيقيه للتهديف طبعا، بنالتي هدف تاني يعني. انت هناك احساس ان اللعيبه ما زالت بتلعب ضد جمهور الرجاء، مش ضد اللعيبه، مش ضد الفرقه. لازم نتخلى عن فكره ان انا الجمهور موجود والساعه كامله والتشجيع، احنا بنلعب فرقه تكاد تكون متواضعه فنيا يعني فاضيه دفاعيا كمان يعني. ممكن يكون عندهم شويه سرعات في الحته الاماميه، ممكن شويه مهارات في الحته الاماميه، لكن النواحي الدفاعيه فرقه ضعيفه جدا 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 جدا. صحيح. لازم استغلال الضعف الدفاعي عند فريق الرجاء. طب من وجهه نظرك الماتش ده ممكن يخلص 4-5 زيه زي الماتش بتاع القاهره. طيب. يعني مش عايزين برضو نروح لحته الندم على الفرص اللي بتضيع، مش عايزين نروح الحته دي تاني. صح. لان احنا النهارده ضيعنا فرصتين، بنالتي وفرصه حقيقيه لالي ديانج لتسجيل الهدف، هما فرصه وحيده سجل منها هدف. صحيح. تمام، ودي كره القدم، هتجي لك فرصه هتسجل منها خلاص انت بقيت تراكب الماتش. خلي بالك الفرص ما بتجيش كتير، اكيد ده وضع طبيعي يعني في الماتشات اللي جاتلك وانت مش قادر تستثمرها، بس لا. انت بتلاعب برضه فرقه تقدر انك تخلق فرص. مزبوط. تخلق فرص. مزبوط. يا كابتن ايمن. مزبوط. يعني مش تتاح ليك فرص، تخلق فرص، لان عندهم مشاكل كبيره جدا في الناحيه الدفاعيه. يعني هم فرقه هم عايزين يبانوا ان هم عندهم ثقه قدام النادي الاهلي، تمام، فعايز يباصي ويحضر، ما بيعرفش يحضر، ما بيعرفش يباصي، تمام. انت بتضغط عليه، بتقطع كل كوره ناحيه اليمين، عندهم جبهه ضعيفه جدا جدا جدا، لو استغلها طاهر محمد طاهر الشوط الثاني بالضغط مع بيرسي تاو وعمرو سوليه او اليو ديانج، اعتقد هيبقى لنا سيطره كبيره جدا جدا، وهتتاح او هنخلق فرص كثيره للنادي الاهلي الشوط الثاني. كابتن علاء سريعا، هيبقى في تغيير مبكر المفروض ولا نتيجه الشوط الاول؟ بالعكس، الشوط ادائك الشوط الاول بيديك ارتاح انك تعمل تغيير، وتغييره كويسه. انا من البدايه انا اتفقت ان حسين وطاهر بيلعبوا لسبب ما تكتيكي اكتر، لكن الوقت مناسب لاحمد عبد القادر. صحيح، مناسب لاحمد عبد القادر، ويا ريت من بدايه الشوط الثاني باذن الله. كابتن اسامه سريعا، نفس الشيء، هو ما اعتقدش ان هو هيغير، بس انا شايف ان واحد زي محمد شريف لو نزل في المساحات دي ويطلع واحد من طاهر وبيرسي تاو ممكن جدا سهل يجيب اهداف في الفرقه دي. كابتن عادل، انا اعتقد انه يغير تغييرين في البدايه، شو يعني هيغير؟ ممكن يغير عبد القادر ويغير كمان محمد شريف، ممكن الاثنين، ده وجهه نظر ان هو ممكن يعملها، لكن انا افضل عبد القادر ينزل في البدايه. كابتن بلال، توقع ولا تمني بس؟ لا يعني لا، توقع. لا، ممكن ينتظر الشوط، ينتظر شويه وانا بقول كده من بدايه اللقاء، مش هيغير في الوقت الحالي، هو مطمن على النتيجه يعني، مطمئن بزياده. انت 1-1-1 انت تتاهل، لا قدر الله 2-1 برضو يعني عندك فرصه ثانيه لركلات الترجيح، فاعتقد انه ممكن يتانى شويه على التغييرات، ويبقى التغييرات في الاطار الامامي مش مش الاطار الخلفي باذن الله. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، ارجوكم تفائلوا وانتظرونا.